بونجورني على الناس الحلوين احرار والحرائر فقط لا غير دور 120 دائما دا دائما كاين بعض الاخوان تيتسائلوا على تنزيل النظام الاساسي. النظام الاساسي انتهى 5 يناير كما يعلم الجميع، يعني اللجنة التقنية أنهت الأشغال ديالها في الضات، يعني راه قبل من لا دات ليميت اللي كانوا داروا له 15 باش يكون يعني حصلت التوافقات حول هذيك التعديلات وهذاك النظام الأساسي اللي باغيين ينزلوا الآن الذي سيقوم بنسخ الأول تماما بعد تمرير بعض المقتضيات الانتقالية. هذا النظام الأساسي اللي فيه شقين تربوي ومالي. التربوي خاصو يكون مبني على المحضر ديال المبادئ الأساسية المؤطرة للنظام الأساسي ديال 14 يناير، المسألة لا تناقش. وأيضا عن القانون الإطار 51/17 ماليا عن الاتفاق ديال 10 دجنبر و26 دجنبر الشق المالي. الأسبوع اللي فات إلى آخره راه كان تتخذ المسطرة ديال الإجراءات القانونية التشريعية والملائمة مع الدستور، ملائمة مع الدستور، وهذه المهمة تتكلف بها الأمانة العامة مع إصلاح الإدارة اللي تيقولوا لها الوظيفة العامة والعمومية، الوظيفة العمومية سابقا ولات الإدارة العامة الآن، الإدارات العامة أو العمومية اللي هي مزور لي وزيرة منتدبة لرئيس الحكومة مكلفة بانتقاء الرقم وإصلاح الإدارة. ريفورم دو لادمينستراسيون. إذن الآن قال لك راه باقي مرتبط ثاني بالتبويب ديال هاد الإجراءات المالية اللي كانوا اتفقوا عليها في 10 دجنبر 26 دجنبر باش تكون في القانون المالي، التبويب ديالها في القانون المالي. إذا 100% غيمشيو الآن حتى لو 29 اللي غيكون رئيس الحكومة غادي يدير واحد العرض ديال الحصيلة ديال هادشي اللي فات ديال الحصيلة ديالو ديال نصف السنة نصف الولاية تقريبا، غيدير الحصيلة نهار 29. إذا لا محالة أنه احتمال أنه يخرج خلال هذا الشهر، يعني متجاوز هذا الشهر احتمال، إلا إذا كانت عندهم ثاني شي حاجة أخرى وكان باغيين يضيفوها ثاني ما عرف، لأن كاين هناك النظام الأساسي ديال النظام الأساسي ديال وزارة التربية الوطنية، وكاين معاه نظام التعويضات، هذوما مرتبطين جوج، هاد المراسم مهمين بزاف. إذا غادي يتم الإرجاع ديالو لا محالة إلى النقابات والوزارة باش يطالعوا على هذاك الشيء قبل ما يمشي للمصادقة، لأنهم باش يتأكدوا بأن المضامين اللي كانوا متفقوا عليها راه مكينة، باش غير بروسيدير غير يعني يتبعوا زعما كاين لي بروسيدير داروها الخطره باش ما يجيش شي واحد من بعد يقول لي لا حنا ما كناش مطالعين الى اخره ومشى للمصادقه وما علمتوناش الى اخره. اذا تيتبعوا تيديروا الصواب، دابا داروا الصواب راه حتى القواعد ديك الخطره راه النقابات جمعتهم من تسلموا المسوده نهار 5 جمعت القواعد كاملين، و يعني تقاسمت معهم هذاك النظام الاساسي. إذن الجميع أصبح على اطلاع. وبعد النشر ديالو الجريدة الرسمية صافي سيصبح ملزما، وفعلا هذاك الشيء اللي داروا فيه راه غادي يطبق، لأن كاينين بزاف ديال الإخوان اتصلوا بنا متخوفين قال لك ربما ما واش غتكون شي زيادة مزيان، لا غادي تكون غادي غتكون 750 درهم راه بدات في هذا الشهر و 750 في الشهر المقبل. بالنسبة اللي غيتقاعدوا هاد السنة غيستافدوا غير من 750 درهم
750 اللي غتكون السنه الجايه ما غادي تكونش، ما غايستافدوش منها، باش تكونوا واضحين. اذا نشوفكم في شي مباشر اخر او شي فيديو. دمتم في امان الله، والى اللقاء في فرصه اخرى. دور 120 ما تنساوهاش.